تحية طيبة. أغلب تقارير مراكز الأبحاث والدراسات العالمية الرصينة تقول بحتمية اندلاع حرب على الجبهة اللبنانية، وكذلك معطيات وتطورات الميدان تؤكد هذه الحتمية. على مدار أشهر 9 من الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والضفة، خلفت مجازر تجاوزت في وحشيتها كل متخيل، مجازر دفعت ساحات المقاومة إلى التوحد والوقوف بوجه هذا الكيان دعما ونصرة لأهل غزة. أظهرت ساحات المقاومة التزاما أخلاقيا وقوة متصاعدة وجاهزية حد الندية مع هذا الكيان، لكن هل هذا يمنع العدوان أو العدو الإسرائيلي من اقتراف جنون آخر على الجبهة اللبنانية؟ وماذا تعني قناعة العقل الصهيوني أن ما يعيشه الآن هو حرب وجودية؟ هل يستطيع الكيان شن حرب على لبنان دون الولايات المتحدة الأمريكية؟ وأين تتموضع حروب المنطقة في مشهد الحرب العالمية بين أمريكا والغرب من جهة وبين روسيا والصين من جهة أخرى؟ هذه الأسئلة أطرحها في حلقة اليوم من برنامج المنصة على ضيفي هنا في الاستوديو، الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ برهان شعبان، ومن لبنان وعبر خدمة سكايب أرحب بالكاتب والإعلامي شوقي عواضة. أهلا ومرحبا بكما. أهلا تحياتي بكم. تحياتي. أبدأ الحوار مباشرة بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا ومرحبا. أبدأ معك أستاذ برهان، يعني كما قلنا في التقديم، تطورات الميدان، التصريحات عالية المستوى وعلى لسان يعني مسؤولين رفيعي المستوى سواء في أمريكا، في الكيان الإسرائيلي، التقارير الإعلامية والتقارير دراسات الأمنية أيضا تؤكد أن هناك حرب إسرائيلية على الجبهة الشمالية وعلى جنوب لبنان بالتحديد. مبدئيا نحن نتحدث بالتحليل والتوقعات بناء على معطيات، هل تعتقد كل ما يجري يدفع باتجاه هذه الحرب؟ تحية لكم، تحية لضيفك الكريم من بيروت الأستاذ شوقي. اليوم وفي المقدمة ذكرت بحتمية الحرب حسب معطيات وسياسية واقتصادية وعسكرية وحسب الميدان الحقيقة وحسب التصريحات وحسب حتى مراكز بحثية عالمية. صحيح. لكن هذا لا يعني بأن الحرب واقعة لا محالة، ولا يعني على الإطلاق بأن الحرب اليوم أو غدا. إنما في الحقيقة يعني المؤشرات تدل وتشير إلى أن الكيان الصهيوني الغارق والمأزوم في عدوانه وفي حربه في قطاع غزة وفي فلسطين المحتلة من جهة، الولايات المتحدة الأمريكية أيضا المتورطة حتى نخاع كما يقال يعني في جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني من خلال تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة، من خلال دعمها اللامحدود ودعم إدارة بايدن اللامحدود لهذا أو لهذه الحرب الإرهابية، لهذه الحرب حرب الإبادة التي تشن من قبل الكيان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني. أكيد كل هذه المؤشرات بما فيها كما ذكرت الكيان الصهيوني المأزوم، يعني هذا الكيان الذي الحقيقة يعني حتى على المستوى الوجودي اليوم بدأ يشعر بخطر وجودي كما ذكرت في المقدمة، وفعلا هو في خطر وجودي. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا مأزومة في أكثر من ملف إقليمي، في أكثر من ملف دولي، في البحر الأحمر، في غزة، في أوكرانيا، في أكثر من ملف دولي. وبالتالي المشهد داخل فلسطين المحتلة، المشهد الإقليمي، المشهد الدولي، تصريحات زعماء الحرب في الكيان الصهيوني يدفع بهذا الاتجاه، زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن غالنت، أيضا زيارة أموس هوكشتاين إلى بيروت. أنا
حسب قراءتي لهذه الزيارة هي لم تأتي لتهدئة الوضع الحقيقة. يعني يعني تاريخ هذا الرجل معروف يعني، وحتى تصريح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية بأن إسرائيل في حال توسعت الحرب أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون قادرة على الوقوف مع إسرائيل والمشاركة في الحرب، كل ذلك لا يعني على الإطلاق أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست هي من تدير الملف، من تدير هذه الحرب الإرهابية على الإطلاق. فبالتالي بتروح باتجاه التحليل أنه أنا من وجهة نظري وأعتقد بأن يعني الحرب متقدمة على بقية الخيارات الأخرى. بننتقل للأستاذ شوقي عواضة. برحب فيك أستاذ شوقي. على ما يبدو حتى نتبين نحن أنه احتمالية شن حرب على الجنوب اللبناني، يبدو أنه لازم نشرح الحالة داخل الكيان الإسرائيلي. في عنا معطيات كتير، في عنا نحن أسباب وعوامل حتى نحن نروح بهذا الاتجاه. يبدو في العامل الأمريكي، العامل الإسرائيلي، عامل وحدة الساحات في المنطقة، والأهم والأهم هو وضع أهلنا في غزة. فبالتالي إذا مع حضرتك ومع الأستاذ برهان بنحاول نفند هاي المساحات وهي العوامل، كيف بتشوف أستاذ شوقي؟ بتشوف أنه المعطيات والوضع الحالي يدفع باتجاه فعلا حرب أقله بدنا نقول بالجبهة الشمالية لفلسطين، وممكن تتوسع فيما بعد؟ أول شيء تحياتي للمشاهدين وتحياتي للأستاذ برهان. بالنسبة للجبهة الشمالية، نعم هناك اليوم جبهة بكل ما ذكرنا على الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة. المقاومة تخوض حربا بكل ما ذكرنا من اليوم ما تحدث عنه منذ أسبوع سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن سيطرة حزب الله، أيضا ما تحدث عنه مسؤولين إسرائيليين عن هذه السيطرة. يعني اليوم للمرة الأولى في تاريخ الكيان الصهيوني استطاعت المقاومة أن تفرض حزاما أمنيا داخل الكيان. هم كانوا يطالبون عبر مندوب الأمريكي الوسيط الأمريكي هوتشتاين بانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطانية بين 5 و10 كيلومتر. كان اقتراح الرئيس بوري بأن ننقل نهر الليطاني وهو حل أفضل. اليوم المقاومة فرضت حزاما أمنيا على الكيان الصهيوني في شمال فلسطين المحتلة. اليوم أيضا إذا أراد هذا الكيان أن يخوض حرب واسعة لا يستطيع ذلك، هو عاجز عن ذلك، خاصة بعد 9 أشهر من المواجهات في غزة وفي رفح لم ينجز من خلالها أي هدف من أهداف عملياته العدوانية. عدا عن ذلك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على حماية نفسها وحماية جنودها وقواعدها المتواجدة في المنطقة العربية. يعني عندما تنسحب حاملة الطائرات إيزنهاور خوفا من صواريخ أنصار الله والجيش اليمني، هذا يعني بأن هناك عجز كبير لدى القوات الأمريكية وأنها غير قادرة عن حماية نفسها. فكيف لها أن تمتلك القوة في الدفاع عن الكيان الصهيوني؟ بالإضافة إلى ما أعلنته بالأمس العميد سريع وبيان القوات المسلحة اليمنية عن استهداف إحدى السفن الإسرائيلية سفينة سارة التي تم استهدافها بصاروخ فرد صوتي 2، وهو للمرة الأولى تكشف القوات المسلحة اليمنية عن هذا الصاروخ الذي سيغير بالمعادلات وفي المشهد السياسي. بالنسبة للجبهة الشمالية أيضا الجيش العدو الإسرائيلي بحاجة إلى عديد، بحاجة إلى فرقتين أو 3 فرق لخوض هذه الحرب، وهو يعاني من هذا النقص. مشكلته مع الحريدين بالنسبة لدعوة الاحتياط والتجنيد، هناك المزيد من الأزمات. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إذا قررت الدخول في هذه المعركة فأنها سيكون لها الحظ الأوفر
في الأزمات، خاصة وأن حزب الله معروف تاريخيا عندما بدأ صراعه بدأ مع الولايات المتحدة الأمريكية ولم يكن مع الكيان الصهيوني بداية، في عام 1982 عندما انسحبت القوات الأمريكية وتحمل خلفها أكثر من 250 تابوت، يعني حينها انسحبوا أفقيا كما قال سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. إضافة إلى ذلك الكيان اليوم إذا خاض أي حرب كبرى فإن هذه الحرب ستكون الحرب المصيرية والتي سيكون زوال الكيان بهذه الحرب. نعم لابد من أن يحفظ ماء وجهه ويلجأ إلى ضربات أمنية، ضربات لأهداف محددة تستهدف مواقع المقاومة سواء في سوريا أو في لبنان. أكثر من ذلك يدعو لن تطال، حتى في اليمن لم يستطع الدفاع عن نفسه، في اليمن قامت القوات الأمريكية بالدفاع عنه، حتى في العراق العمليات المشتركة اليوم بين المقاومة الإسلامية في العراق وبين المقاومة اليمنية تؤتي ثمارها. إذن اليوم الكيان الصهيوني ليس بوضع يؤهله لخوض حرب كاملة. طبعا هناك يعني محور كبير جدا أصبح جاهزا ومنذ اليوم الأول مستعد أو اليوم الثاني عملية طوفان أقصى هو يستهدف هذا الكيان. طيب. أعتقد أن أي محاولة لتوسيع رقعة الحرب سيدفع الكيان الصهيوني الثمن غاليا، وحتى لو تدخلت الولايات المتحدة فإنها ستدفع الثمن أيضا أو من يحالفها من دول التطبيع. طيب بالحقيقة الأستاذ شوقي أعطاني عناوين عريضة جدا للحوار نحن بدنا نتناقش فيها مع حضرتك، لكن قبل كل شيء يعني نحن عم نقول أستاذ شوقي عم نقول أنه اشتعال جبهة هي حقيقة مشتعلة، وأنا بالمناسبة بدي أقول لك الحمد لله على السلامة، يعني حضرتك من يومين كنت بجنوب ونجيتوا بإعجوبة ألف الحمد لله على السلامة. طرح الأستاذ شوقي كتير من النقاط، رح بلش من داخل الإسرائيلي. بيقول أنه الداخل الإسرائيلي يعني ما بيمشي لصالح حكومة نتنياهو، لكن وطبعا في ضغط عليه، لكن بآخر استبيان واللي عرضته طبعا بحسب جيروزاليم بوست ب 17/6 أستاذ شوقي بتمنى تسمعني بهي 17/6/2024 يعني من كم يوم، أنه توجهات حكومة نتنياهو تحاكي مشاعر المستوطنين الصهاينة بحسب الصحيفة، 62% من الإسرائيليين يدعمون شن حرب وبقوة كاملة على لبنان، يعني بما معناه أنه الضغط ممكن يكون بسيط من عائلات الأسرى، لكن بشكل عام أصلا حكومة نتنياهو اليمينية إجت منتخبة بناء على هالقاعدة الشعبية اللي بتحاكيها، فبالتالي الداخل الصهيوني يدعم توجهات الحكومة بضرب لبنان. هي النقطة الأولى. يعني أكيد أنا أتفق تماما، قبل الإجابة على السؤال أتفق تماما مع الأستاذ شوقي أن حزب الله يخوض حرب حقيقية اليوم يعني مع الكيان الصهيوني، الجيش اليمني أيضا كل ساحات المقاومة نعم لم تعد جبهات إسناد فقط، إنما يشاركون بشكل حقيقي وفعلي وعلى الأرض وفي الميدان بهذه الحرب ضد الكيان الصهيوني، هذا الكيان الذي كما ذكرت يعني على المستوى الداخلي سواء كان يميني ولا طبعا لا يوجد يمين يسار الكل نتنياهو يعني حتى المستوطنين حتى المستوطنين يعني هني بالمحصلة هني يعني أتوا من كل أنحاء العالم واغتصبوا مؤمنين بفكرة إسرائيل نعم واستوطنوا في أرض ليست أرضهم، وبالتالي هم يؤيدون فعلا لأن طبيعة الحركة الصهيونية طبيعة الدولة الصهيونية قائمة على أساس العدوان على أساس التوسع، لا صحيح. يمكن أن تستمر هذا أو لا يمكن أن يستمر هذا الكيان إلا بهيك عبر الاعتداء وعبر شن الحروب على دول الجوار
سواء لبنان ولا سوريا ولا فلسطين ولا غيرها الحقيقة. يعني إذا بدنا نقرأ الداخل الإسرائيلي اليوم، الداخل على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، على المستوى الشعبي. على المستوى السياسي طبعا هناك خلافات لا شك داخل حتى مجلس الحرب الصهيوني، لكن هذه الخلافات ليست يعني حول الهدف من الحرب أو استمرار الحرب، إنما طريقة إدارة الحرب فقط. هذا هو الخلاف، آلية ليس إدارة إلا الحرب. صح. على المستوى الميداني، على المستوى العسكري، الولايات المتحدة الأمريكية بشكل دائم، وهناك جسر جوي، يعني تجميد صفقة أسلحة أو ما شابه ذلك، كل ذلك هو للإعلام، للرأي العام الأمريكي، للرأي العام الدولي فقط. إنما الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة الحقيقة في دعمها وفي تزويد الكيان الصهيوني بكل أشكال الأسلحة، رغم أنها باعتبار أن الكيان الصهيوني هو قاعدة أمريكية بالأصل. يعني بالنتيجة حتى على المستوى الشعبي هناك انقسام داخل المجتمع الإسرائيلي. في أمس على ما أعتقد تم إقرار قانون تجنيد الحريدم أو يعني الأغيار، نعم، أو وهددوا هؤلاء بمغادرة الكيان الصهيوني في حال تم تنفيذ هذا القرار أو هذا القانون. وبالتالي كل هذه الأوضاع داخل الكيان الصهيوني تدفعه نحو الأمام، نحو الأمام. أي نحو الأمام؟ نحو توسيع الجبهة الشمالية. نحو الجبهة الشمالية. يعني الكيان الصهيوني مأزوم بكل ما تعنيه الكلمة. الكيان الصهيوني اليوم مثل ما ذكر الأستاذ شوقي، يعني فعلا كل المعطيات تدل على فشل ذريع لهذا الكيان في تحقيق أي هدف من الأهداف التي وضعتها حكومة نتنياهو الإرهابية في عدوانها وفي حربها على غزة. لم يحقق أي هدف، وبالتالي لابد لهذا الكيان من وجهة نظري لابد أن يبحث عن فبالتالي بيهرب جبهة إلى أخرى. نعم، جبهة أخرى، رغم أن هذه الجبهة مشتعلة ورغم إدراكه تماما بأن العدوان على قوة لبنان، الطرف الآخر. نعم، العدوان على لبنان هو عدوان على اليمن، عدوان على لبنان، عدوان على سوريا، عدوان على إيران. وقد كانت إيران واضحة تماما بأنه في حال الاعتداء على لبنان لن تقف إيران مكتوفة الأيدي، حتى روسيا الاتحادية. يعني وبالتالي هذا الكيان كما أعتقد سيهرب إلى الأمام وسيحاول تحقيق إنجاز، حتى لو كان هذا الإنجاز يهدد وجود هذا الكيان من خلال شن حرب، ربما لن تكون حرب كما هي الآن في غزة، يعني حرب عسكرية ميدانية دبابات، ربما كما ذكر الأستاذ ضربات مركزة وبأسلحة نوعية، رغم أن حزب الله، رغم أن أنصار الله في اليمن يعني وضعت أكثر من سلاح في الخدمة وكشفت عنه لمنع حدوث هكذا حرب مدمرة على المستوى الإقليمي. يعني صاروخ فرد صوتي اللي ذكره الأستاذ شوقي اللي هو حاطم 2 الذي استخدمته، هلا عم بيتم بيتم الاعلان عن هي. نعم، الاسلحه كمان هي رساله الهدهد. طبعا تماما هي رساله هلا ليس للكيان الصهيوني، انما هي ايضا للولايات المتحده بالضبط. الامريكيه، وبان كل القواعد الامريكيه في المنطقه مستهدفه. لكن هذا انا من وجهه نظري لا يمنع على الاطلاق من جنون معناها هلا تتفق مع بالضبط تتفق مع الاستاذ شوقي. وهلا بدي ارجع للاستاذ شوقي اللي بيشوف انه حرب شاملة ما بتصير، لكن بتصير ضربات محددة. لكن إذا رجعنا أستاذ شوقي منشوف أنه العقل الصهيوني الآن يتعامل مع ما يجري بأنه حرب وجودية. طالما هي حرب وجودية هذا يعني أنه احتمالية إزالة إسرائيل، فبالتالي ألا يشجع هذا من احتمالية شن حرب شاملة أيضا على لبنان؟ يعني المعركة بالنسبة للكيان الصهيوني باتت معركة وجود، ضف إلى ذلك أهم أنجزته 7 أكتوبر أنها هزمت العقيدة القتالية للجيش الذي قيل بأنه لا يقهر. يعني حتى المجتمع، مجتمع عسكري، مجتمع حربي صهيوني أصبح مهزوما نفسيا. يعني اليوم عندما يتحدث رئيس مجالس شمال فلسطين المحتلة
ويتوجه بالشكر لرئيس حكومة الشمال السيد حسن نصر الله الذي أعطاهم فرصة للنوم بهدوء ليومين، هذه يعني خلال العيد. هذا الحديث، التناقضات التي يعني تتردد داخل الكيان الصهيوني ومجتمع الكيان الصهيوني، هناك نسبة عالية من سكان الشمال لا تريد العودة إلى الشمال حتى لو استقرت الأوضاع. أعتقد أن الكيان الصهيوني، ونحن لا نقلل من قوة هذا الكيان المجرم والإرهابي، رأينا ما فعل من إرهاب وقتل وعمليات مذابح ومجازر جماعية ارتكبها بغزة، هو ليس عاجز عن ارتكاب ذلك. بالأمس قام باستهداف مبنى مدني في النبطية، لم يسقط شهداء. أيضا قام بالاعتداء على جنوب دمشق بغارات. هذا العدو لا نقلل من أهمية قوته، لديه القوة ولديه يمتلك قوة، ولكن لا يمتلك الجرأة في خوض هذه الحرب، لا سيما في ظل التحذيرات، تحذيرات بعض المسؤولين الأمريكيين بأن هذه الحرب سيكون ثمنها غاليا، ولربما تكون حرب وجودية على الكيان، ستنعكس على الكيان. هم باستطاعتهم أن يقصفوا ويدمروا، ونحن أيضا باستطاعتنا أن نقصف وندمر ونستهدف. يعني عندما عرض الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية عملية ما عاد به الهدد، المشاهد وهي 9 دقائق ونصف التي تضمنت العديد من الأهداف، تحدث بعدها سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وقال هم يدركون عما أتحدث، هناك بعض الأهداف السوبر استراتيجية التي أصبحت تحت مرمى نيران المقاومة. أيضا أعاد الإعلام الحربي بث فيديو آخر لمن يهمه الأمر، وهو يتضمن أحداثيات ومواقع ومشاهد لمواقع حساسة ودقيقة. يعني استهداف هذه المواقع سيؤثر سلبا على الكيان الصهيوني. نحن لا نتحدث عن تجمعات سكنية مدنية، أو بل نتحدث عن أهداف عسكرية. قاعدة ميرون التي تعتبر من أهم القواعد العسكرية، وهي من أولى القواعد العسكرية التي تمتلك منها 2 في الكيان الصهيوني، تم تدميرها بالكامل ولعدة مرات. إضافة إلى ذلك، هذه القاعدة التي كانت لها مهمات تجسس تصل إلى سوريا وتركيا والعراق ولبنان، تم تدميرها وتدمير أجهزتها. اليوم على إذا ما أجريتم جولة على الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة، لوجدنا أن هذه المنطقة بدءا من مزارع شبعة ووصولا إلى رأس الناقورة، عشرات الكيلومترات من المستوطنات فارغة تماما. هناك بعض الجنود يلجؤون إلى مواقع مستحدثة غير القواعد التي استهدفت، أيضا يتم استهدافها، وهذا يدلل على أهمية وقوة المعلومات الاستخبارية التي تمتلكها المقاومة، وليس فقط القوة العسكرية. يعني عندما يتم تشييد موقع عسكري لضباط وجنود العدو أو قبل ما يخلص بيتم استهدافه، يعني خلال أيام يتم استهدافه في اليوم التالي. طيب. وهذا يعني بأن المقاومة تسهر على مراقبة هذا العدو وتدرك أهمية المواقع التي تريد استهدافها. هذا الكيان أعتقد أنه في حال، وأؤكد أنه في حال شن حرب شاملة، ستكون هذه الحرب حربا وجودية وحرب زوال هذا الكيان المؤقت. طيب، كل ما تفضل به الأستاذ شوقي بيدفعني للسؤال، أنه كل هذا يفترض أن يشكل وعلى مستوى عالي جدا، ولسه طبعا نحن بنقول لسه عند المقاومة ما خفي أعظم، بنقول أنه لازم يشكل ردع لكيان العدو، لكن إذا ربطناه مع عقيدة التفوق العنصري عند العدو الإسرائيلي، مع التفوق التاريخي، مع الحضور الكلي، مع الاستعلاء العنصري عند هذا الكيان، يفترض يردع، لكن مع وجود هذه العناصر الذاتية
عند الكيان أكيد ما حيردع، وبالتالي أنه في حرب بده يخوضها، خاصة تحت قاعدة أنه هذه الحرب هي وجودية تؤدي إلى زوال، إذا ما شن حرب على لبنان ستؤدي إلى زوال الكيان. فبالتالي ممكن هذا العناصر الذاتية عند كيان العدو بتأكد حتمية شن حرب على لبنان؟ كما ذكرت يعني هذا الكيان لا يمكن على الإطلاق أن يستمر دون أن يعتدي بشكل مستمر ودائم على الدول العربية المجاورة، ويعني الاعتداء على سوريا. هلا نحن بظرف كتير يعني خاص، هذا دعم الكيان للإرهاب والإرهابيين والتنظيمات الإرهابية في سوريا. تاريخيا نحن نقرأ التاريخ ونستخلص منه دروس منذ 75 عام عمر هذا الكيان اللقيط حتى اللحظة، دائما وأبدا كان في مآزقه التاريخي يعمل إلى شن حروب واعتداءات على الدول العربية المجاورة لفلسطين المحتلة. تاريخ هذا الكيان يشير فعلا إلى أن هذا الكيان من أجل، وخاصة بعد كسر كل قواعد الاشتباك، بعد كسر قوة الردع التي كان يفتخر بها هذا الكيان عبر الحروب التي هزم بها العرب في أكثر من حرب الحقيقة، صحيح. بما فيها حرب 67 يعني حرب الستة أيام. بالتالي تكون عند هذا الكيان عقيدة قتالية بأن جيشه جيش كما ذكر الأستاذ شوقي جيش لا يقهر. طبعا قهر وهزم في عام 73 وقهر وهزم في عام 2000 عندما انتصرت المقاومة، وبال2006 أيضا، لكن هذا لم يمنع الكيان الصهيوني من شن عدوان آخر ومن شن حروب أخرى، ومن لأن من عقيدة هذا الكيان نعم لأن حرب وجودية. وما يجري اليوم من حرب في غزة الحقيقة، يعني هذا العدوان، هذا الإرهاب، هذا وأبعاده الدولية بما فيها الأبعاد القانونية، الأبعاد السياسية، الأبعاد العسكرية، بات هذا الكيان في وضع فعلا مأزوم وجوديا. وبالتالي لابد أن، أنا من وجهة نظري، لابد أن يتقدم إلى الأمام، وبالتالي لابد لهذا الكيان من فعل شيء يعيد ثقة المواطنين، يعيد ثقة المستوطنين، يعيد ثقة المجتمع الإسرائيلي بجيشه بقيادته. يكتفي بضربات محدودة؟ ربما، لكن ستكون ضربات، أنا أعتقد ستكون ضربات كبيرة جدا، وبالتالي هذا لا يعني على الإطلاق بأن المقاومة لا تمتلك القدرة والإمكانية لرد. لا، صرح السيد حسن نصر الله، سماحة يعني الأمين العام ذكر ضربة بضربة، في حال الاعتداء على لبنان، في حال شن حرب على لبنان، لن يكون أمام المقاومة لا سقوف ولا خطوط حمر بنفس المنطق الإسرائيلي. نعم، لا سقوف ولا خطوط حمر على الإطلاق. وبالتالي عندما تجتاحون رفح سنجتاح وسندخل إلى الجليل. يعني هذه القواعد التي وضعتها المقاومة طبعا هي قواعد تؤثر بشكل حقيقي وفعلي ووجودي على دور الكيان ووظيفة الكيان ومستقبل الكيان كما ذكر الأستاذ شوقي. يعني وبالتالي أنا يعني أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي تدير الملف بشكل عام بما فيه الملف الميداني، يعني القرار ليس قرارا إسرائيليا، عندما تريد إسرائيل شن حرب على لبنان أكيد بده يكون في موافقة أمريكية. هلأ نقلتني حضرتك بتوجه للأستاذ شوقي، منروح للعامل الأمريكي. أستاذ شوقي، أمريكا لن تسمح لإسرائيل بهزيمة استراتيجية، يعني هذا عرف، يعني حتى صرحت هزيمة أمريكية هي بالحقيقة بالضبط، وبالتالي هي هزيمة أمريكية. فبالتالي حكومة نتنياهو تعول على هذا الموضوع رغم لاءات أمريكا بأنه أنا ما بدي توسعة الحرب، ما بدنا نحن نشن، الظروف غير مؤاتية لإدارة بايدن، لكن يتكئ نتنياهو على هذا اللاء الكبيرة لإدارة بايدن أو لأمريكا بإداراتها المتلاحقة أنه غير مسموح بهزيمة استراتيجية، ونحن نتحدث عن حرب وجودية. فبالتالي أيضا يمكن يكون هذا عامل مشجع لنتنياهو لشن حرب قد تكون شاملة. يعني أعتقد أن الولايات المتحدة هي من تدير الحرب، يعني
وفي حال كانت استشعرت الخطر لم تتردد في دعم. يعني كان بالأمس وزير الدفاع يفاوض على قنابل زنت 2000 تدمر بزنت 2000 كيلوغرام لم يتم الحصول عليها. هناك المزيد من الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني. أما إذا أراد أمريكا والغرب بأكمله أن يخوض هذه الحرب دفاعا عن الكيان فسيدفعون الثمن. المقاومة اليوم لم تعد كما أمس كما كانت من قبل. يعني عندما أشار سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في عام 2000 بأنه ولا زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات، تحولت هذه المقولة إلى ترجمة عملية شاهدناها في عام 2006 بحرب عدوان تموز، وانتصارات المقاومة شاهدناها في العام 2008 في غزة أيضا. اليوم نفس هذه المعادلات تطورت وكبرت وحتى أصبحت المقاومة، يعني هناك بعض الخبراء الأمريكيين والإعلاميين الأمريكيين تحدثوا عن أن المقاومة أو حزب الله تحديدا هو أكبر جيش غير نظامي يمتلك من القوة يعني ما يستطيع أن يهشم به صورة الكيان، وهذا كلام أمريكي وليس نقلا عنا. إذا أردنا أن يعني نرى ماذا يقول المسؤولين الصهاينة بالنسبة للقوة العسكرية، نعم يمتلكون قوة عسكرية، ولكن وقد يمتلكون قرار باتخاذ قرار الحرب، لكن هل يمتلكون حسم نتائج هذا الحرب؟ يعني اليوم في غزة تسعة أشهر من المعارك في غزة لم يحصلوا أي شيء، اتخذوا قرار بالعدوان على غزة، ولكن نتائج الحرب كيف جاءت؟ اليوم غلاف غزة لازال قطعان المستوطنين لازالوا مهاجرين لا يريدون العودة قبل حسم هذه المعركة. أيضا على نفس النطاق في شمال فلسطين وعلى الجبهة الشمالية يعني حوالي 100,000 نازح في حال اتسعت رقعة الحرب. اليوم لغاية اليوم المقاومة تعمل على ترسيخ معادلاتها وفرض معادلاتها فرض بالقوة. يعني عندما يتم استهداف مدينة النبطية يتم استهداف نهاريا ويتم استهداف مدينة عكا وغيرها، تخرج المقاومة لتفرض معادلات جديدة تلزم العدو بعدم توسيع رقعة عدوانه وتقول له أنا جاهزة في الميدان عسكر لعسكر، ولكن هذه العملية يعني تميز جيش العدو الإسرائيلي بالإجرام وبالإرهاب وبقتل المدنيين ومحاولة الضغط. ما يقوم به العدو الإسرائيلي اليوم وخلفه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب هو محاولة التهويل إعلاميا بأننا سنجتاع. وعلى فكرة يعني أكثر من 200 تهديد على لسان وزير الدفاع وبن غفير وغيره كلهم كانوا يهددون باجتياح لبنان منذ أن أقدمت المقاومة يعني منذ 8 أكتوبر على تنفيذ عمليات على المواقع الإسرائيلية. يعني حتى أن سماحة السيد حسن نصر الله أشار لهذا الموضوع وقال أن هناك إحصائية تشير إلى عدد التهديدات التي أطلقها المسؤولون الصهاينة، لكن على مستوى الميدان المقاومة لا زالت تفرض إرادتها، لا زالت تمتلك المبادرة، لا زالت تسيطر على الواقع الميداني رغم أنها لم تستخدم إلا ما يقتضيه الميدان، يعني لم تستخدم كل قوتها لغاية الآن، والصهيوني يدرك ذلك. اليوم عندما يحاول الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وخلفه الكيان الصهيوني التهويل على لبنان وإرسال مندوبيهم ومبعوثيهم من أجل إيجاد حل سياسي، يعني لغاية الآن لا زالوا يعملون على حلا دبلوماسيا يبعد حزب الله عن الشريط الحدودي أو عن شمال فلسطين. وأيضا يعني هم لا يعني لا أدري أن مقاومة لم نقرأ في التاريخ أن مقاومة تنسحب لمحتل مع تصاعد بعض أصوات الصهاينة المتصهرين في لبنان، لأنه لا يوجد في عملاء إسرائيل في لبنان، يوجد متصهرين في لبنان ينفذون أدوات أجندة صهيونية بامتياز. يعني كقصة حادثة المطار عندما أعلنوا بأنها حزب الله
يحضر السلاح من خلال مطار بيروت ويخزن السلاح في مطار بيروت. يعني غباء يفوق الحد، تآمر على لبنان. إضافة إلى ذلك، أعتقد أن اليوم لا زال الإدارة الأمريكية والغرب يريدون أن يحسموا الوضع دبلوماسيا، لأنهم يدركون أي إقدام على توسيع المعركة سيدفع الثمن، العدو سيكون الثمن غاليا، وستكون نتائجه كارثية على الكيان الصهيوني. لذلك يدركون أهمية ما ينجزه حزب الله ويرسلون هؤلاء المبعوثين بين الفينة والأخرى. دائما أستاذ برهان، نحن في شيء ظاهر وفي قراءة ما بعد هذا الظاهر. يعني إذا منشوف نحن حتى التواجد العسكري أو التحرك العسكري الأمريكي في المنطقة، الميناء البحري المؤقت في غزة، بتقلك التقارير أنه دخل مع هذا الميناء 1000 جندي أمريكي توجهوا إلى فلسطين بحجة المساعدات الإنسانية وما زالوا هناك. بتقلك حاملة الطائرات أيزنهاور دخلت البحر الأبيض بحجة الهروب من البحر الأحمر أو الضربات اليمنيين. بالإضافة إلى تواجد عسكري حتى في احتلال بسوريا بالقواعد بالعراق، فبالتالي هذا الحضور العسكري الحربي الأمريكي هو جاهز بأي لحظة. يتكئ على ذلك نتنياهو. فمع هاي الصورة العسكرية الأمريكية وتحت مبدأ أيضا كما قلنا أنه أمريكا لن تسمح لقاعدتها العسكرية الإسرائيلية بالهزيمة الاستراتيجية، فبالتالي هون كمان المؤشرات بتقول أنه في دعم أمريكي حاضر حتى مع التصريحات الأمريكية أنه نحن ما بدنا حرب أو ما بدنا توسيع عليها. عمليا هو ليس دعم الحقيقة، هو مشاركة بشكل فعلي وحقيقي وفي الميدان وفي السياسة. يعني القرار 2735 اللي صدر على مجلس الأمن وهو يعني مشروع أمريكي، ما مصير هذا القرار؟ ما مصير هذا؟ لماذا صدر القرار أصلا؟ يعني إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترسل مبعوثيها إلى الكيان الصهيوني، إلى لبنان، إلى دول الجوار، إلى قطر، إلى مصر من أجل إيجاد حل سياسي، وهي التي تعرقل الحل السياسي قبل أن تكون، أنا من وجهة نظري قبل أن تكون إدارة الإرهابي نتنياهو. يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدير الملف بشكل كامل عبر أدواتها وعبر أداتها وعبر قاعدتها الكيان الصهيوني، رغم أن الإعلام يشير في كثير من الأحيان وبعض المسؤولين الأمريكان أن هناك خلافات ما بين إدارة بايدن ونتنياهو، طلعت خلافات قشرية خلافات ظاهرية لا قيمة لها على الإطلاق. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية، حتى المبعوث الأمريكي الذي زار لبنان وزار الكيان الصهيوني أكثر من مرة، وذكر الأستاذ شوقي نعم التقى مع المتصهينين اللبنانيين، وهؤلاء أكدوا له يعني بشكل صريح وواضح بأنهم ملتزمين بتنفيذ القرار 1701، وبالتالي لا شرعية لأي سلاح في لبنان كما أكد هؤلاء لي هوكشتاين، لا شرعية لأي سلاح إلا لسلاح الدولي والجيش اللبناني. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية التي تدير الملف، تدير هذه الحرب التي تزود الكيان الصهيوني بكل أشكال الأسلحة بما فيها القنابل، يعني 2000 طن، 2000 كيلو جرام، وزودت بها أو تم تزويد الكيان الصهيوني والتزويد بالأسلحة قائم منذ اللحظة الأولى لطوفان الأقصى، ووجود الجنود الأمريكيين على الأرض ويشاركون الكيان الصهيوني في عمليات لوجستية، يشاركون الجيش الصهيوني في عمليات لوجستية في إدارة الحرب ضد غزة وشعب غزة وضد فلسطين بشكل عام. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني كما ذكرت كل الخيوط، كل خيوط الأزمات العالمية بيدها. يعني في أوكرانيا، من الذي يدير الحرب في أوكرانيا؟ من الذي يدير الحرب والعدوان على غزة؟ من الذي يدير حتى الانقلابات التي تحدث في أكثر من منطقة؟ من الذي
يقود يعني هي أو قاد الحرب الإرهابية على سوريا؟ من الذي تبنى مشروع ما يسمى بالربيع العربي؟ الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي زعيمة الفوضى في العالم، زعيمة الفوضى، ويعني وقايلة مايكل بايدن مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الإبن. يعني اسم أمريكا الجديد في القرن 21 هو نشر الفوضى، وبالتالي نشر ويعني خلق هذه النزاعات وهذه الحروب هي مصلحة أمريكية بشكل أساسي. طيب. رغم كل ما يجري على المستوى الإعلامي والسياسي من محاولات أمريكية لتهدئة الوضع على شمال فلسطين المحتلة، لكن بتشوفوا هذا كلام نعم فقط. لكن أنا أعتقد بأنه تهيئة لمنع هزيمة مدوية واستراتيجية ووجودية كما ذكرت للكيان الصهيوني. ربما لا يمكن على الإطلاق منع هذه الهزيمة الاستراتيجية التي مني بها على يد حماس والمقاومة داخل فلسطين المحتلة بدعم مباشر من جبهات الإسناد ومحور المقاومة. لا يمكن على الإطلاق أن يخرجوا من هذه الحالة من عنق الزجاجة. طيب. إلا عبر حرب ربما تكون محدودة، لكن حرب طيب. خارج حدود فلسطين المحتلة. بسؤالي الأخير بالمحور هيدا أستاذ شوقي، يعني بالعامل الداخلي الأمريكي، ألا يمكن أن نلحظ اقتراب الانتخابات الأمريكية وبالتالي حشر إدارة بايدن من قبل نتنياهو في زاوية يعني مربكة لهم بهي الفترة؟ ممكن يلعب دور هذا الموضوع ولا لا الضغط الصهيوني بيكون أقوى حتى من مراعاة الانتخابات لإدارة بايدن والرأي العام الداخلي؟ أيضا الرأي العام الداخلي الأمريكي والغربي اللي شفناه نحن من أول لحظة مع طوفان الأقصى أنه كان يعني شيء مختلف تاريخيا عن الغرب. اليوم نتنياهو يحاول كسب المزيد من الوقت للوصول إلى الانتخابات الأمريكية ووصول الرئيس ترامب إلى سدة الرئاسة من أجل دعمه المطلق والمفتوح، لكن برأيي أن سواء وجود ترامب أو وجود بايدن جمهوري أو غير جمهوري كلهم ينتهج نفس السياسة دعم الكيان المطلق. على المستوى الداخلي بالنسبة للداخل الأمريكي، نعم هناك حركة استياء وضغط شعبي كبير سيما على مستوى الجامعات، وشاهدنا الكثير منها، إضافة إلى مواقف الجاليات العربية التي تشكل في مكان ما أو تؤثر في الانتخابات الأمريكية. نعم هناك تأثير على هذه العملية الانتخابية، لكن أعتقد أن نتنياهو لم يستطيع ولن يكون بإمكانه الاستمرار حتى للوصول إلى توقيت الانتخابات الأمريكية. هو أصبح اليوم محرج، لا يمتلك المزيد من الوقت، عليه حسم الأمر في رفح، لم يستطع حسم الأمر اليوم، يعني بالأمس عندما سقط له قتلى وجرحى في جنين، مواجهات لازالت مستمرة. يعني تصوري أن جيشا لم يحسم المعركة في جنين ولا زال يتحدث اليوم عن خطورة العبوات والقنابل التي تلقى عليه في الضفة الغربية. أي جيش هذا الذي يريد أن يخوض هذه الحرب؟ يعني كما قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أنت بأي جيش جيتنا؟ يعني اليوم انقلب المشهد على نتنياهو الذي لن يكون مصيره سوى السجن والمحاكمة، سواء على المستوى الداخلي هناك لجنة فينوغراد أخرى تنتظره، على المستوى الدولي أصدر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف. أعتقد أن الأمريكيين لا زالوا يغطونه أو يغطون شرعيته أو يعطونه شرعية في محاولة يعني لإعطائه فرصة لإنجاز أي نصر وهمي، ولكنه سيفشل تأكيدا لأنه يعني لغاية 9 أشهر لم يحقق شيء، فأي وقت يحتاج يمكن أن يحقق إنجازا، هذا على مستوى معركة غزة. أما على مستوى الجبهة الشمالية فإن ما ينتظره أكثر بكثير مما رآه على الجبهة الشمالية، وأكثر بكثير
مما رآه في غزة. هذا على مستوى المقاومة، لكن اللي تفضلت فيه كمان منشوفها أنه أسباب موجبة، إذا ما أضفنا لها نية ورغبة نتنياهو بإقحام أمريكا في هذه الحرب لأجل إيران. هو لا يعني عفوا، هو لديه أمنيات كبيرة، لديه أمنيات كبيرة، ويريد أن يدخل الولايات المتحدة والغرب والعالم بالضبط في هذه الحرب، لكن هل يستطيع أن يحقق هذه الأمنيات؟ ما هي داخلي أستاذ شوقي، ما هي بالأصل بالميدان يعني على الأرض بشكل مباشر؟ لا لا، حتى بشكل مباشر لم يستطع إنهاءه عسكريا، يريد إنهاءه دبلوماسيا من خلال المفاوضات والمبعوثين. يعني الولايات المتحدة الأمريكية موجودة بشكل مباشر، وكما ذكرت هي التي تدير كل الملفات، يعني ملفات الأزمات والحروب، وهي التي تشعل حربا بعد أخرى. يعني الحقيقة يعني حتى على مستوى الحرب القائم اليوم والعدوان القائم اليوم طولا واحدا الإدارة الأمريكية يعني لا يمكن على الإطلاق منع حرب إقليمية إلا بشرطين اثنين. أنا من وجهة نظري الشرط الأول هو التضحية، تضحية إدارة بايدن بنتنياهو، وربما يكون خيار. الشرط الثاني هو الذي تفرضه المقاومة، وكشف المقاومات وكشف اليمن وحزب الله عن سلاح متطور أو أسلحة متطورة بشكل مستمر ودائم، هو رسائل للولايات المتحدة الأمريكية وللكيان الصهيوني بأن أي حرب قادمة أكيد ستكون حربا وجودية لهذا الكيان، وربما تؤدي إلى زواله وإلى إنهاء. هلا يمكن التضحية بحكومة نتنياهو سهل على إدارة بايدن، سهل، لكن ما السهل عندهم التضحية بالكيان ككل. وهون بيحضرني سؤال، وهذا سؤالي الأخير لحضرتك وللأستاذ شوقي، أنه هذه الحرب صحيح هي محدودة في المنطقة في المكان وبالعناصر، لكن منشوفها أنه هي تأثيراتها أو المؤثرات فيها هي عالمية، خاصة لما منشوف انه ادارة او امريكا وحربها ايضا المصيرية مع الصين، وبالتالي روسيا بمساحة جغرافية اللي اسمها اوكرانيا، منشوف انه مثل ما تفضلت حضرتك انه النزاعات القائمة واللي منشوفها انه عم بتنشط بين الفينة والاخرى. لكن انا بدي اخذ اخر تصريح للرئيس الروسي بوتين عندما قال وعن بشكل صريح وواضح انه سنزود، ويمكن عن طريق نائبه أو رئيس الأمن الروسي، مجلس الأمن القومي، مجلس الأمن القومي الروسي، عندما قال إنه روسيا ستزود أعداء أمريكا بالسلاح، فهذا شكل آخر ومستوى آخر للحرب العالمية، وكيف ممكن تنعكس ونشوفها ونلاحظ منعكساتها على المنطقة وتحديدا في إذا ما قامت الحرب على لبنان. يعني أكيد الصراع القائم اليوم سواء كان صراع إقليمي هو شكل من أشكال الصراع الدولي أو ترجمة للصراع الدولي القائم اليوم بين قطبية أحادية وبين دول أخرى عظمى كبرى تسعى إلى خلق نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب ومتعدد أيضا المرجعيات، سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، والقطب الآخر هو الصين وروسيا ودول البريكس وغيرها. من هذا الصراع القائم اليوم أكيد راح يترك آثاره ونتائجه في الأزمات الإقليمية على سواء في الشرق الأوسط، وطبيعة المنطقة العربية، طبيعة الصراع القائم اليوم، طبيعة يعني الجغرافيا السياسية هي التي تفرض نفسها، وبالتالي هناك تداخل مصالح دولية. صحيح. يعني من يتحكم بالشرق الأوسط يتحكم بالعالم باعتبار أنه يعني التقاء لطرق التجارة، مركز للطاقة العالمية، وبالتالي طبيعة المنطقة الجغرافية، حساسية المنطقة تفرض وجود أعداد هذا التداخل. نعم، هذا التداخل الدولي في الصراع القائم اليوم وفي الحرب القائم اليوم وحتى في الحروب السابقة. يعني لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تحاول عبر سياساتها، عبر خلقها الأزمات، عبر أشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا، عبر أشغال الصين بقضية نزاعها في تايوان وبحر الصين، عبر إجراءاتها الاقتصادية ضد الصين،
تحاول تأخير سقوطها كقطبية أحادية وبالتالي تأخير ولادة نظام عالمي جديد تسوده كما ذكرت القطبية أو الأقطاب المتعددة. والسؤال موجه، السؤال الأخير أستاذ شوقي، يعني كيف نحن بنقرأ التصريح الروسي بتزويد أعداء أمريكا، طبعا تزويدهم بالسلاح، الفرد صوتي عفوا قبل أن يعني الأسلحة الموجودة في اليمن أكيد، وهذا كان تساؤل هل تزود يعني الفرد صوتي الصاروخ فرد صوتي لا إذا يوجد صار إلا في حضور نحن عم نشوف عالمي أربع دول بالضبط. أربع دول فقط فأن تكون اليمن وبالتالي هي معادلات جديدة سيفرضها بالضبط، فبالتالي نحن كمان بدنا نقرأ بإيجاز سياسية. يعني بدنا نقرأ أنه احتمالية شن حرب على لبنان على خلفية هذا الحضور الروسي ولو بالتصريح. يعني أعتقد أولا بالنسبة لليمن الصاروخ فرد صوتي هو صناعة يمنية، نعم الروس أصبحوا قادرين لسيما في ظل ما قدمه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة من دعم لأوكرانيا في مواجهة روسيا الاتحادية، إضافة إلى ذلك نحن اليوم أمام مشهد يعني تورط فيه الكيان بمعركة معركة أو حرب استنزاف كما قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن إسرائيل خسرت في النقاط، ومن لم يستطع حسم هذه المعركة معركة النقاط سيفشل في تحقيق أي انتصار ولو كانت حربا كبرى. أنا بالنتيجة بنهاية هذا الحوار أنا بدي أتشكركم كثير حضوركم معنا، الأستاذ المحلل السياسي الأستاذ برهان شعبان من لبنان، أيضا الكاتب والإعلامي الأستاذ شوقي عواضة. أنا كنت بتأمل أنه يكون الوقت يسمح لنا أكثر من هيك، لكن بالنتيجة نتأمل الخير لمنطقتنا، نتأمل النصر المؤزر بإذن الله، وطبعا هو النصر واضح لمقاومتنا العزيزة. أنا بدي أتشكركم كثير، أما الشكر الأكبر فلكم أنتم مشاهدينا، ألقاكم في حلقات مقبلة، إلى اللقاء.